ربما ما وصلناش إلى تلبية الرغبات 100%، ربما ما وصلناش حتى 60%، ولكن نظرا للشيء اللي كانت فيه البلاد، يعني كل المجهودات اللي بدلناها هذه وين وصلتنا؟ وصلنا ل 60% بالتقريب، باش نكمل المشوار معاكم ان شاء الله. على بالي بمشاكلكم، وان شاء الله في العهده الجايه نشوف الاغلبيه نتاع رؤساء البلديات شباب. نشوف الاغلبيه نتاع رؤساء المجالس الولائيه شباب. وصلنا لاول مره، وصلنا 34% تاع المجلس الوطني الشعبي شباب. لازم ليد في ليد مع المجلس الاعلى للشباب، مع كل الشباب نتاع الجزائر، شباب وشابات، باش نوصل. لازم نوصل 50% تاع المجلس الشعبي الوطني شباب، ثم المهمة تكون بدات تتجسد.